تواصل القوات الأمنية التركية ملاحقة عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني في عموم البلاد بعد رصدها تحركات مشبوهة تستهدف القيام بعمليات تخريبية في الداخل التركي. الرئيس أردوغان كشف أن الأمن التركي نجح بإحباط مخططات إرهابية خطيرة للمنظمة الكردستانية التي كانت تتهيأ لتنفيذ عمليات تفجيرية تعطل بها سير الانتخابات المحلية المقررة في مارس المقبل، مطمئنا الشعب أنهم مواصلون بمكافحة كل من يستهدف استقرار البلاد وازدهارها داخليا وخارجيا. هناك محاولات للتصعيد ضدنا قبيل الانتخابات المحلية، وهذه من أهم التحديات التي ستواجهنا في المرحلة القادمة، والمعدات التي ضبطتها قوات الأمن مؤخرا تكشف مخططات الإرهابيين لتلطيخ الانتخابات بالدماء، لكنها لم تعد قائمة الآن لأننا أحبطناها. نحن لن نسمح أبدا باستهداف استقرار البلاد وازدهارها من أي طرف كان، سواء من الداخل أو الخارج. ويلفت المحللون إلى أن الأجهزة الأمنية مستنفرة تماما لعمليات فوضوية وتخريبية قد تقع قبيل الانتخابات المحلية، نظرا للأهمية السياسية والاقتصادية الكبيرة لنتائجها على البلاد. من المعروف أن تركيا مستهدفة من قوى خارجية تسخر كل أدواتها التخريبية لهذا الغرض، وحزب العمال الكردستاني إحدى هذه الأدوات. اليوم تقف تركيا على أعتاب أهم انتخابات محلية ستؤثر بشكل كبير على الوضع اقتصاديا وسياسيا، لهذا هناك محاولات لاستخدام هذه المنظمة لإثارة الفوضى قبل الانتخابات لترهيب الشعب وتأليبه ضد حكومة أردوغان التي تقف لهم بالمرصاد. وكنتيجة للتدابير الأمنية المكثفة للوحدات الأمنية بمختلف المناطق التركية، تم العثور على 9 ملاجئ للمنظمة الكردستانية في جبال الأمانوس بولاية هطاي جنوب البلاد، ضبطت بداخلها على العديد من الأسلحة والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات بغرض استخدامها في زعزعة أمن البلاد. يجمع المراقبون على أن تيقظ القيادة التركية للمخططات الخارجية وتعاطي قوى الأمن باحترافية مع المنظمات التخريبية يقطع الطريق أمام كل من يحاول إثارة مشاهد فوضوية بداخل البلاد بهدف تطويق استقلالية تركيا وإعاقة تقدمها. إيمان دمرهن، CGTN العربية، إسطنبول.